لا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله نتكلم. الويبينار بتاع اليوم ويبينار بسيط، مش هياخد مننا وقت كتير، بس هو ويبينار مهم جدا جدا جدا. أوكي، إيه المهم؟ الويبينار ده بيتكلم عن مشاكل المتداولين جميعا، مشاكل المتداولين جميعا بما فيهم أنا وبما فيهم أي حد عدى بعالم التداول، عدى بالمشاكل دي وبدأ يقابلها. واليوم هنتكلم عن المشاكل دي، لأن أول حاجة لما تحب تحل حاجة في حياتك أو تصلح حاجة في حياتك لازم تعرف المشكلة الأساس إيه هي. لما تعرف إيه المشكلة تعرف تلاقي الحل. بس رقم واحد بالنسبة لنا لازم نعرف المشكلة. كلنا عايزين نشتغل في السوق، كلنا اشتغلنا في أسواق المال باختلافاتها، أسهم، عملات، فوركس، أوبشنز، كلها اشتغلنا فيها. بس السؤال المهم، السؤال المهم، ازاي انا اقدر انجح في السوق؟ كل احنا بنشتغل يا جماعه في اصعب بيزنس في العالم، بيزنس اصعب من الطب واصعب من الجراحه واصعب من الهندسه. الامور يعني بيزنس فيه تفاصيل كتيره قوي، فيه معادله مكونه من ملايين ملايين المتغيرات. فانت الان البيزنس ده او الموضوع ده مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها، او بالسهوله انك انت في يوم وليله هتتقنها. زائد ان هو مش كده بس، انه لا، الموضوع ده ليه علاقة جدا جدا بالعواطف بتاعتنا والظروف اللي بتقابلنا في حياتنا. لو انا سألت حد فيكم، مين فيكم ما بيحبش الفلوس؟ هل انتم بتحبوا الفلوس؟ تمام؟ يعني انت لو سألت نفسك السؤال ده، هل انت يعني اسأل نفسك هل انا بحب الفلوس ولا لا؟ الإجابة الأكيدة الأكيدة كلنا بنحب الفلوس. ربنا سبحانه وتعالى قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالأكيد ما فيش حد فينا مش عايز يكسب من السوق. أمال إيه اللي مدخلك السوق؟ مش داخل عشان تخسر، أنت داخل عشان تربح وتعمل أرباح وتكسب والأمور دي كلها. الكلام ده، التعامل دايما مع المال مش بالسهولة اللي الناس بتتخيلها. التعامل مع المال دايما بيكون مدموج ما بين الطمع والخوف، تمام؟ وده اللي سبب اللي بيخلي اسواق المال تتحرك. ولكن زي ما ان ده السبب ان السوق يتحرك، ان الموضوع الطمع والخوف هو احد المشاكل اللي احنا بتقابلنا في اسواق المال. الطمع مش وحش، يعني الطمع في اسواق المال مش وحش، ده كويس انك تطمع انك تعمل تنجح وتعمل ارباح. بس السؤال المهم الى فين؟ يعني كل حاجه لما بتزيد عن حدها بيحصل لها انقلاب او بتخسر من وراها خسائر كبيره. زي لما بنيجي نبدا اول نقطه نتكلم عن مبدا الثراء السريع. اي حد بيخش اسواق المال كل تفكيره ان ده المكان اللي انت هتملي من وراه في يوم وليله، وان ده هو الثراء السريع. الكلام ده يا جماعه لا، خطا خطا. اوعى تفكر، اوعى لو انت داخل سوق المال فاكر انك هتملي في يوم وليله، فاكر ايه انك هتدبل، فاكر اللي يقول لك الكلام ده بيضحك عليك. ده كلام نصب. اللي بيقول لك الثراء السريع وانك انت هتحط ال 10,000 هيبقوا مليون، ده كلام فاضي. اسواق المال مش كده، لو جت مره كده مش بتدوم، مش بتستمر، مفيش الكلام ده نهائي. يعني الكلام ده يضرب معاك مره زي ما بيقولوا مرتين، بس هيجي مره تخسر ده كله. انت عايز اسواق المال يا جماعه بيزنس زي اي بيزنس في الدنيا. انت الان لو جيت تفتح مطعم اكل، مطعم اكل مثلا في اي دوله، لو انا جيت قلت لكم تعالى شاركني والمطعم هنحط مثلا راس مال مليون دولار، وخلال 3 اسابيع هيبقوا 2 مليون دولار، اول حاجه هتقول لي الكلام ده غير منطقي، صح ولا لا؟ هتقول لي حتى يا عم يعني بشكل مستمر؟ مستحيل. هتقول لي اوكي ممكن مره حصل حاجه، يعني هتستفيد مثلا من كارثه حاصله في بلد والمبلغ ممكن يدبل، بس هل بشكل دوري؟ نو واي، مستحيل. تمام؟ فاحنا الان لما نيجي نتكلم، اوكي، لما بنيجي نعرف اول مشكله بتقابلنا في سوق المال اللي هي التفكير بمبدا الثراء السريع، يبقى انت اول حاجه عشان تقدر تنجح في اسواق المال لازم تلغي الفكره دي من دماغك، ان مفيش مبدا اسمه الثراء السريع، وان انا لازم ادبل مره واثنين وثلاثه واربعه والكلام ده كله. نو ابدا. تمام؟ عشان تقدر تنجح في اسواق المال لازم، عشان تستمر في اسواق المال ويبقى ده يور بزنس، لازم تفكر في حاجه اسمها الكونسستنسي او الاستمراريه.
انا ابي محفظتي تستمر في نمو في نمو في نمو اكبر، كل يوم تكبر، كل شهر تكبر، كل سنه تكبر، هو ده النجاح. مش ان انا محفظتي 10 اوصلها 100 وبعدين اقوم خسران كله. يعني انا هعطيك، خليني اسالكم سؤال، لو انت محفظتك 10000 دولار وجيت في اسبوع عملتها 20، ايه رايك، ممتاز ولا لا؟ بتخاطر بكل الحساب، اول اسبوع عملتها 20 هتكون مبسوط صح؟ طيب عملت ال 20 عملتها بعد كده 40، ايه رايك؟ تمام. ال 40 عملتهم 80، انت كل مره بتخاطب راس مالك يا بتجيب الدبل يا بتخسر كله. طب انت بعد ال 80 ده خسرت راس مالك كله، ايه رايك؟ باي باي، مش هيحصل لك احباط واكتئاب وكله. يعني عشان كده بقول لكم انك لما بتبدا بمبدا الثراء السريع او ضربه العمر او كلام ده، انت كده بتقضي على نفسك، بتقضي على سلوك تدوح. حتى هقول لك على سؤال مهم جدا، عارف لما تبدا تفكر بالاسلوب ده، تعمل مره 10 تعملها 20، لو انا جيت ولقيت نفسك ضيعت ال 20، بعد كده بتلاقي نفسك عايز تحط مبلغ تاني 5 عشان تعملهم 10، مش هترضى انك تعملها بشكل مستمر، مش هترضى انك تعمل، لا تقول انا زي ما عملت ال 10 20 ال 5 هعملها ايه؟ 10 صح؟ نفسيا كده تقول انا عملتها قبل كده هعملها تاني، وتلاقي نفسك ضيعت ال 5، يبقى ضيعت ال 10 وال 5. وبتلاقي لا قدر الله تلاقي نفسك دخلت في دوامه ملهاش نهايه. فانت رقم واحد بالنسبه لك اسواق المال يا شباب، اسواق المال بالنسبه لك لازم ما تبقى انسى فكره الثراء السريع. تبي تنجح، ده سوق ملوش اول ولا نهايه، السوق ده كل يوم موجود، انت لازم تفكر ازاي انا استمر في السوق الى ما لا نهايه. تمام؟ يبقى دي اول نقطه. طيب يبقى دي اول مشكله بتقابل المتداولين. تاني مشكله بتقابل المتداولين الخوف والرعب، اللي هو دايما الانسان البانيك المرعوب من كل شيء. يشتري اليوم السهم، اول ما يطلع 2% 1% اطلع، يشتري السهم ويقعد خايف ويعمل تليفونات، طب ابيع، طب اشتري، طب اعمل ايه، طب يا جماعه السوق هيحصل له ايه، اللي هو قلقان. الخوف مرعوب، اتس نوت يور بزنس، ده مش ملعبك. لو انا انسان بخاف، ايديا بترتعش، هينفع اشتغل جراح؟ لا ابدا. فلو خوفك زايد، دايما قلقان مرعوب، حطيت في تحويشه عمرك كلها في السوق، انسى، this not your business. ما تخشش حاجه، ما تخشوش. لان انا قابلت ناس متداولين بيترعب، لو المحفظه طلعت دولار ابتسم، نزلت دولار يكشر ويكتئب، طب اطلع، طب السوق هيروح، طب فلوسي راحت، وكل شويه تليفون، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه. ده يا جماعه it's not your business. انت لازم تعرف ان ده سوق انت بتخشه زي اي، الان مفيش حاجه في الدنيا مفيهاش مكسب وخساره. انا الان لو جيت ابني عمارة، مش ممكن العمارة دي تقع قبل ما تطلع صح؟ افتح مشروع، مش ممكن المشروع ده يخسر. لازم وانا ببدا الحاجه ببقى عامل حساب ان انا هخسر، بس بعملها بحسبه معينه. يعني انا مثلا محفظت 10000، بقوم داخل مثلا بمخاطره 1%، انا عامل حسابي ان انا قابل الخساره 1%. طب بما ان الخساره لسه ما وصلتش 1% او وقف الخساره ما اتضربش، ليه اقعد ارعب نفسي واخاف واطلع بدري واقول لا والسوق وانا ايه وكذا، واخلي محفظه تتاكل يوم مع يوم. تمام. يبقى اول حاجه انسى مبدا الثراء السريع. تمام. تاني 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 حاجه الخوف، لازم لو انت بتخاف ومرعوب وفي التداول والامور دي كلها، يبقى ده مش is not your business ابدا، ده مش شغلك، فده مش دور على حاجه. او انك لازم تبقى عارف ان ده بزنس، لازم تقبل لو انت عايز تلاقي ربح لازم تقبل خسارته. بص يا جماعه، مش ما ينفعش الناس كلها تشتغل في اسواق المال، خلينا صراحه مع نفسنا، هو ينفع الناس كلها تبقى تجار؟ هل ينفع الناس كلها يبقى اصحاب بزنس؟ هل ينفع الناس كلها تبقى دكاتره؟ نو واي. فالانسان لو انت مش صريح مع نفسك، انت بتضيع فلوسك. ما حدش ليه عندك حاجه، كسبت او خسرت ما حدش ليه عندك حاجه، دي فلوسك انت، لازم انت تخاف عليها اكتر من اي حد ايه تاني. تمام. فانت بالنسبه للخوف والرعب ومرحله الرعب، انك اوه السوق نزل السوق طلع، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه، لو دي شخصيتك بلاش، فكك من سوق المال. متفقين؟
يبقى ده تاني مبدأ بنتكلم عليه، اللي هو الخوف او الرعب او البانيك اللي بيحصل. طيب دي ما كل دي مشاكل بتقابل المتداولين. طيب تغير ظروف السوق، احيانا تبقى انت متعود على سوق شغال مثلا بقالك فتره، جه حظك في سنه لقيت السوق ماشي بسوق هادي كده، متذبذب هادي جدا وماشي ما. وبعدين حصلت احداث زي اللي كان بيحصل مثلا ايام الشهور الماضيه في السوق في العملات، الاسواق بقت تتحرك بجنون. الحركه الجنونيه دي في ناس مش متعوده عليها، فيبدا يلاقي نفسه بانج. يعني هو كان شغال حلو وبيكسب في المده، لما بدا يحصل الرينج الجنوني ده بقى يحصل عنده تغير في ظروف السوق، فبدا يعمل قرارات زي ما بيقولوا ايه، رده فعل انتقام. ايه ده السوق، ايه اللي بيحصل في السوق، الله يشتم السوق، يعني يقول لك الله يلعن السوق، ده السوق خساره، ده السوق بيضربني، ده السوق بيعمل فيا ايه، ده السوق مش عارف كل الكلام ده. السوق طبيعي انه يحصل من وقت للتاني يحصل له تغير ظروف. انت لازم استراتيجيتك او طريقتك في التداول تبقى بتعرف فيها ان السوق متغير، فلازم انت استراتيجيتك تبقى مبنيه على التاقلم مع ظروف السوق. تمام؟ يعني لو استراتيجيتك مثلا انك بتضارب على فتره آسيا على اهداف قصيره، طب وجات فتره في الين كريزي مره، طب ما انت هتيجي الفتره دي هتضرب لك ستوب اكتر وتطلعك من الماركت. فانت لازم تبقى انت فاهم ايه الظروف اللي انت بتشتغل فيها. يعني حتى احنا في الكورسات بتاعتنا بنعلم حاجه نسميها اللي ايه، الماركت ستيجز او مراحل السوق. هو انت في اي مرحله في السوق؟ هل انت في مراحل تجميع، ولا في مرحله صعود ستيج 2، ولا مرحله تصريف، ولا مرحله هبوط؟ لان كل مرحله من دول ليها طريقه استخدام، ليها طريقه وقف خساره، ليها طريقه اهداف. اوكي، انت مش ملزم تشتغل فيها كلها، اعرف شخصيتك، قول انا بعرف اشتغل في الترند بس خلاص، واستراتيجية ترند، لقيت الماركت دخل سايد واي ريح، شوف زوج تاني، شوف سهم تاني، بطل تتداول شوية. الموضوع مش مجرد حرق فلوس، هو حد هيضربك على ايدك لو ما تداولتش اليوم؟ لا. يبقى انت لازم تبقى انت عارف الانفايرمنت او الشروط او الظروف اللي انت استراتيجيتك بتنجح فيها، عشان كده لما يحصل اختلاف فيها لازم تبطل تريح او تغير او تشوف ايه التعديل اللي هتستفيده مع الاستراتيجيه دي. يعني انت الحين لو طالع رحله لامريكا غير لما طالع رحله للمالديف غير لما طالع رحله للبر، كل واحده منهم ليها ايه، ادوات وعده وشكل وهدوم وملابس بشكل معين. مظبوط ولا لا؟ يبقى احنا قلنا ظروف السوق انت لازم تبقى معود نفسك عليها، ان في تغير باستمرار، لقيت نفسك الظروف الان مش مناسبه، وقف تداول. يعني انا شخصيا واحد من الناس الاسبوعين الماضيات كان عندي ضرب ستوبات كتير، فوقفت، وقفت التداول، مش عيب ولا، قلت خلاص ده انا اليومين دولي اتس نوت ماي جود تايم، حظ مش كويس في السوق، مش قادر اشوف الفيجن بشكل كلير، او فرص اللي باخدها حظ فيها مش جيد، ابطل اهدى اسبوع، اخد بريك اسبوع 10 ايام لغايه اخر السنه وابدا من جديد، ما فيهاش مشكله، لا عيب ولا حرام. واضح؟ يبقى ده البند الثالث اللي احنا بنتكلم عليه في تغير ظروف الايه؟ السوق. نيجي البند اهم 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 واحد، الغرور في التداول. لو الصوت واضح اكتبوا لي واحد يا شباب، لو الصوت واضح اكتبوا لي واحد. طيب اهم حاجه الغرور في التداول دي يا جماعه، دي اكبر كارثه قابلتها انا مع ناس كتير قوي 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 في التداول، ان هو بعد ما يلاقي نفسه عمل ارباح كويسه دبل، عمل 10% 20%، يبدا ياخد الغرور ان انا ما فيش زيي، انا الاستاذ الدكتور العلامه، يبدا ياخد بوزيشنز كبيره، انا واثق ان السوق هيرد من هنا خلاص، انا مؤمن، انا كلامي صح وكلامي، انا ما فيش انا حللت 10 فرص وكلهم طلعوا صح، فالسوق اكيد هيرد من هنا، اليورو طالع طالع. الكلام ده هو اللي بيحرق الناس وبيضيع ارباحك وبيضيع متداولين. السوق مالوش كبير، الغرور بيودي الدنيا في داهيه، للمعلوميه. الغرور صعوبته في ايه؟ والكبر في التداول، يعني عشان اقول لكم خطوره الكبر، يعني تخيلوا ان ابليس كان اتقى الجن، ربنا طلعه من الجنه عشان غروره، يعني اتنقل من الجنه للنار عشان الغرور، انه اختار
نفس الموضوع التداول، اغترت فيه محفظتك هتتمسح. محدش كبير، السوق ملوش كبير، انت بتعوم في محيط. تمام، انت بتعوم في محيط. شباب البرزنتيشن ظاهره، شباب انا مش برزنتيشن ظاهره ليكم، في واحد شباب بعد برزنتيشن مش طالعه. لو طلع اوكي طيب نكمل. فالى الان فارجع اقول اوعى تختار في السوق، السوق ملوش كبير. انت اعرف هل في يا جماعه، هل في حد صفقته كلها ناجحه؟ هل في حد كامل غير الله سبحانه وتعالى؟ مفيش. انت تعرفوا، طب خليني اسالك سؤال. تمام، الله يبارك لك يا رب سعيد. طيب خليني اسالك سؤال، ايه رايك في لو انا قلت لك ان في استراتيجيه بتكسب 99% من الوقت؟ تتوقع ان ده كلام منطقي؟ كلام طبيعي عاقل؟ مفيش، مستحيل. اللي بيقول لك الكلام ده كلام فاضي، مفيش حاجه اسمها 90% و99%. مفيش. الطبيعي في استراتيجيات التداول انها تكسب 60% 70%، ده طبيعي. غير كده، غير كده هو معناها انها كسبت قبل كده هتكسب في المستقبل؟ هل ده ضروري؟ مش انا لسه بقول لكم ان في ظروف السوق بتتغير ولا لا؟ مش انا بقول لكم ان ظروف السوق بتتغير؟ ممكن الاستراتيجيه كانت شغاله ايام اليو، بس اعطيكم مثال. شفت اليورو فرانك؟ اليورو فرانك كان مربوط مع بعض التداول، فالتداول كان ايه؟ رينج. اي استراتيجيه رينج على اليورو فرانك كانت شغاله زي الفل. طيب بعد ما فكوا الارتباط، هل الاستراتيجيه هتظل تشتغل؟ ها شباب، فما فيش حاجه دايمه. اللي السوق ده عايز تنجح فيه، انت لازم تتقن مبدا اسمه البروبابيليتي، الاحتمالات. ان انا بتداول وابقى عامل حسابي ان السوق عاكسني، وفي اسوأ سيناريوهات بطلع عامل ارباح. يعني انا بحاول اتداول بطريقه ان انا لو السوق كسبت 40% بس من الصفقات مش 60، اطلع كسبان. ده اسمه مبدا الاحتمالات. مبدا الاحتمالات ملوش دعوه بالوقت، ملوش دعوه بالظروف، ليه دعوه ان خلاص ان انا بعمل حاجه رياضيه الاحتمالات، ان انا بمشي مع الماركت بناء على الاحتمالات، مش بناء على الاستراتيجيه السحريه اللي هي ما بتخسرش. لا، مفيش حاجه اسمها ما بتخسرش. وممكن زي ما انت حظك، انت ممكن استراتيجيتك ممتازه واتنين يطبقوها، واحد حظه انه الستوب بيضرب معاه على نقطه والتاني ما يضربش، يطلع كسبان ويطلع خسران. صح ولا لا؟ تبقى محلل اربع ازواج، حظك انك تاخد الزوج اللي ما يتحركش او اللي ينزل يضرب لك الستوب. متفقين؟ يبقى غرور في التداول ده ان سوء نهائي، دي ان ده اكبر مصيبه عندك. طيب انا هتكلم عن مبدا البروبابيلتي في الاخر، اوكي؟ نروح للي بعده، التردد والتسرع في اتخاذ القرار. ايه التردد والتسرع؟ الاثنين زي بعض. انت لما كتير من الناس لا الماركت بيطلع وهو مثلا ارى ان اليورو صاعد، ارى ان حد بيقول له اليورو هيطلع، وبدا يلاقي اليورو بيطلع لفوق، يوم طب ادخل هنا. هو استراتيجيته مثلا بتقول له اشتري لما تختبر الدعم، يقول لك لا ما هو مش هيلحق، انا مش هلحق اشتري. يوم السهم نازل او العمله نازله يقول له يا ضيق صدري انا خسران الان، طب كذا، يقول لك طب هحط وقف خسارتي هنا، يقوم حظه يضرب وقف خساره ويطير تاني. تحليله القديم كان سليم، بس هو اتسرع في اخذ الايه؟ القرار. التردد، واحد كل شويه طب اشتري ما اشتريش، اشتري ما اشتريش، اشتري ما اشتريش، وكل يوم يلاقي السهم ايه او العمله ايه تطلع. مش ده بيقابل ناس منكم يا شباب ولا لا؟ مش بيقابل، دي مشاكل بتقابل الناس كلها. دي ليها علاج، التردد والتسرع دي ليه علاج. انك انت ليك طريقه تداول اتدرب عليها قد ما الحين. خليكم اعطيكم مثال الان. انت لو اول مره تسوق السياره، مش كنت خايف؟ الصوت كان موجود يا شباب؟ في صوت كده؟
نت فصل. رجع الصوت يا شباب، رجع الصوت، اعتذر، رجع الصوت يا شباب. كده كده ثبت الصوت يا شباب، كده رجع الصوت ثبت. لو تكتبوا لي واحد عيد اخر جزء. طيب اللي كنت بقوله من شويه، الان التردد والتسرع دي مشكله بتقابل ناس مننا كتير جدا جدا جدا، ان هو بيتردد في اخذ الفرصه او بيتسرع، يقولوا كده لسه خلاص انا مش هتعهد، عمل شمعه ابتلاعيه يحصل. لا، حاول انك عندك ثبات. طب ازاي الموضوع ده بيجي؟ ده بيجي بكثرة التدريب، ده يجي بكثرة التدريب. التدريب يعني في، بص يا جماعه، في فرق ما بينك تتعلم وفرق ما بينك تتدرب، هنتكلم عن الاثنين دول في الاخر. اوكي، هنيجي موضوع عشان نحل الموضوع ده، ده تدريب. زي ما انتوا اول مره جيت تشوف فيها السياره، مش اول مره، كنت بتلاقي نفسك قلقان خايف، مره تدوس بنزين، مره تسرع، مره توقع، تلاقي نفسك ماشي بالراحه، صح ولا لا؟ طب الموضوع ده انت قدرت تقضي عليه ازاي؟ مره طلعت، مره في اثنين، في ثلاثه، في اربعه، في خمسه، بعد كده بقى الموضوع بسيط بالنسبه لك، بعد كده بقيت بتمشي بالسرعه الطبيعيه وتتحرك بطبيعي، مظبوط ولا لا؟ تمام. طيب نيجي للي بعده، متابعه العديد من المحللين. دي مشكله كبيره جدا 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 جدا، انك تلاقي كل واحد فينا عنده على الموبايل بتاعه 20,000 قناه على التليجرام، 30,000 متابعه على تويتر، بيقرا كل يوم 14,000 تقرير. ناس تقول اليورو طالع، ناس تقول اليورو نازل، ناس تقول اليورو يمكن يطلع يمكن ينزل، واحد يقول له بص يا به يا ته. دي مشكلة كبيرة يا جماعة، ما تتابعش كتير، تابع لو انت عايز تتابع، تابع حد انت بتتداول بنفس طريقته. فكرة انك تلم اللي على السفرة كلها او على الطاولة كلها غلط، هتاكل اكل صيني مع اكل ياباني مع ايطالي، هتوجع بطنك. يعني انت شغال هارموني، خلاص تابع الهارموني، لازم هارموني وحد انت عارف كفاءته، بس شغال برايس اكشن يبقى تابع برايس اكشن، مالوش دعوه انت تابع هارموني وتابع بتاع اليوت هيقول ايه وبتاع هو. خلي بالك ده مش هقول ان تحليلاتهم غلط، بس لا كلهم هيعطوا تحليلات صحيحه ولا كلهم هيطلعوا غلط، بس انت ممكن حظك تاخد من ده الصفقات الخسرانه، وحظك تنقل على التاني تاخد الصفقات الخسرانه، وتنقل على التالت تاخد الصفقات الخسرانه، يجي حظك كده صح؟ وبتحصل ولا لا؟ يعني التحليل مش معناه، مش معناه ان انت ده جات لك صفقه خسرانه او اثنين او ثلاثه او ورا بعض معناه ان ان المحلل ده او التحليل ده غلط، لا ده طبيعي. انا زي ما الطبيعي ان يكون من كل 10 توصيات اربعه منهم خمسه دبل ستوب، ممكن توصل في فترات سبعه ثمانيه دبل ستوب وبتحصل. فانت لازم تبقى منظم. فكره انك بقى عايز تقرا التقرير كلها وتخش تقرا تقرير ريبورت غلط، ده نوع من انواع التشتيت. لازم تكون محدد، خلاص انا بتابع قناه معينه، بتابع اثنين ثلاثه في نفس المدرسه الفلانيه، عارفهم وفاهم ليه بياخدوا القرار، مش ان انا باخد عمياني والسلام. اوكي، واضحه؟ فاكيد متابع محللين. طيب نيجي اللي بعده، التداول الزائد. دي يعني الادكت، الادمان. معظمنا ده بعد ما التداول صار زي غير زمان، بقى سهل وبقى موجود على الجوال وموجود على الايباد وموجود على الكمبيوتر، بقوا بيتعاملوا مع اسواق المال انها زي انجري بيرد، لعبه على الجوال، بايسل بايسل بايسل. دي مشكله ان هو مش قادر يبطل، مش جوه السوق، مش عارف يتخيل محفظته فاضيه. يعني تلاقي لو واحد لو يعني كلمة يورو دولار باي عدت على الشاشة هينفذ. ده إدمان، نوع من أنواع الإدمان موجود. غلط التداول الزائد، التداول اللي بيتداول زي الصياد اللي بيقعد فترة طويلة قوي عشان يعرف يصطاد الفريسة الصح، مش يلا كل اللي معدي. اوكي، يبقى التداول الزائد دي اكبر مصيبه، يعني هي والغرور انا بشوفهم اكبر مصيبتين في التداول.
تتداول تخش، ومره تحط ستوب قصير، ومره تحط ستوب طويل، مره تاخد توصيه من هنا، مره توصيه من هنا، مره تشتري توصيات مجانيه، مره تشتري توصيات مدفوعه، مره تشغل غلط. باي 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 باي. فانت لازم التداول، لا التداول ده نوع من انواع الاصطياد، لازم تبقى انت عارف بتنقي اي فرصه بتختارها ليه. حتى لو انت بتسمع توصيه من حد، التوصيه دي ليه؟ التوصيه دي ايه؟ ليه؟ ايه سببها؟ ايه فر ايه فرص الدخول بتاعتها؟ تمام؟ لازم تبقى انت فاهم عشان تقدر تستفيد ويبقى تداولك هادي. متفقين؟ طيب جميل. رجع الصوت كده، في صوت؟ رجع الصوت. طيب يبقى ده التداول الزائد. نيجي بعدها الدخول المبكر والخروج المبكر. زي ما قلت انك في عندك تسرع، واحيانا خروج مبكر انك تقول اوكي ده كسب معايا 5 نقط اطلع. صح؟ 10 نقط اطلع وتلاقي الماركت كمل 100 نقطة فوق. واحيانا تشتري حاجة وينزل عليك 500 نقطة وتقول لا هيعوض هيعوض هيعوض، انا واثق انه هيعوض. يعني احيانا تخرج من بدري قوي، احيانا تخرج متأخر جدا. ما ينفعش، لازم تبقى منظم يا شباب. وزي ما قلت لك لازم تبقى مقتنع انك عمرك ما هتربح كل السوق. مش هتربح كل الفرص، انت طبيعي انك بس تربح 60%، ده في افضل حالاتك هتكسب 60 70% من السوق. في افضل حالاتك. انا بتكلم بشكل ايه؟ انه يبقى شكل مستمر وشكل دايم. اوكي؟ نيجي اللي بعدها، تغيير الاستراتيجيات. يا حبيبي في، انا شفت يعني في كميه استراتيجيات، انا اعرف ناس بتجرب يعني كل ساعه استراتيجيه. مره يجرب ترندات، مره عرض وطلب، مره وايكو، مره ده يكون لسه مخلص كورس هارموني يقول لك طب يلا بينا اروح اخد كورس او اجرب استراتيجيه، في استراتيجيه المانيه شفت واحد شغال عليها. تمام، يشتغل يكسب صفقتين تمام زي الفل، يخسر 3 صفقات دي تعبانه اللي بعده ينقل. ما ينفعش، لازم يبقى لك يور ستايل، ليك طريقه معينه، ليك شغل معين، ليك ستايل معين في التداول. تاخد استراتيجيه تلاقي متناسبه مع ظروفك، متناسبه مع طريقه تداولك، متناسبه مع فكرك، غير انك تاخدها انك تتقنها، انك تتقن الاستراتيجيه. وده اللي انا هكلمك فيه في موضوع التعليم. تمام؟ واضح؟ طيب نيجي بقى لموضوع التعليم. التعليم ده كذا بند، في ناس يعني عندها يعني معلومات قليله في البيزنس ده. انا بقول هل ينفع جراح يشتغل من غير ما يكون فاهم الطب؟ نو واي، مش منطق. فانت في البيزنس ده لازم تكون فاهم، لازم تكون دارس، تكون متعلم، عندك فاهم ايه البيزك، فاهم الشخص ده بيشتغل ازاي، فاهم الاخبار كويس، فاهم الماركت ده ايه الميكانيزم بتاعته، اشتري ازاي، ابيع ازاي. في ناس شغاله وبحسابات كبيره وكذا وما يعرفش حتى الميتا تريدر منين شغال. فلازم تبقى بتتعلم، لازم تبقى فاهم. ابدا الاول بالدروس المجانيه، ادرس اونلاين، شوف الدروس المجانيه، افهم الماركت ده شغال ازاي، ايه طريقته، ليه ده بيتحرك، ايه التكنيك اللي انا ممكن اتعلمه. تمام؟ يبقى ده ودي معروفه بالنسبه لك. انت اي حاجه انت ما عندكش معلومه فيها، انت محتاج انك تكتسب معلومات عشان تستفيد منها. صح؟ وزي ما قلت لك ان في، زي ما في دورات مدفوعه، في دورات كتير مجانيه تقدر تستفيد منها الاول. يعني اي حاجه عايز تتعلمها ابدا دور الاول على الحاجات المجانيه بتاعتها. تمام؟ بديت تفهمها، ابدا بعد كده اقول خلاص انا هاخد المدرسه الفلانيه دي اركز عليها، احاول افهمها، انا عايز افهم مدرسه اليوت اركز فيها، خلاص يبقى ذيس ماي ستايل واستمر فيها. متفقين؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ طيب زي ما في مشكله قله التعليم، في مشكله زياده التعليم. في ناس تقريبا خد كورسات في كل كبيره وصغيره، ده غلط.
غلط. ان ما فيش، انت عمرك ما هتملك العلم كله. يعني ليه تروح تدرس لي اليوت، تدرس لي برايس اكشن، تدرس لي عرض وطلب، وتدرس لي هارم، وتدرس لي فراكتر، وتدرس لي انديكيت، ليه؟ انت كده بتضر نفسك. كتر المدارس بيلخبطك. مفيش مش الكتر، الموضوع مش بكتره، الموضوع بالالتزام. يعني خد مدرسة اتقنها والتزم بيها. ما تفتكرش انك انت مثلا لو اتقنت كل المدارس خلاص كده بقى هتشتغل في كل الاسواق ومش وهتجيب كل صفقاتك 100%. ابدا ابدا. ركز على المدرسة تفيدك او طريقة التداول تفيدك، ايه تساعدك انك تستمر، مش ما تعدتش، ما تقعدش تتعلم. كتر ما هتتعلم اكتر كتر ما هتضيع اكتر. تمام. نيجي للبند الثالث في التعليم، اللي في حاجه اسمها تعليم وفي حاجه اسمها تدريب. انت مش مجرد انك يعني انت، هل ينفع تتعلم السواقه من كتاب يكفي؟ اه انت هتفهم، هتفهم ان ده الدريكسيون وان ده الجير هتحرك كذا، هتفهم الموضوع. بس واقع الامر لما تيجي تطبق هتلاقي عندك افلام ولا لا؟ صح ولا لا؟ افلام. في التداول بالذات محتاج تطبيق، محتاج تطبق. يعني محتاج تبدا تتعلمت تكنيك، اتعلمت مثلا عرض وطلب، محتاج تبدا تطبق العرض والطلب وحد يقول لك اه تطبيقك صح، لا انت هنا رسم الزون غلط، الزون دي سليمه، الزون دي بايظه، انت كده مظبوط صح. تعلق الامر، يلا اتداول، جرب لايف. وخلاك التطبيق لما باجي اتكلم عليه لازم يكون تطبيق لايف. ليه؟ عشان تبقى عايش الحاله الحقيقيه، عشان مبدا الخوف والطمع ده تكون انت قدرت تتعامل معاه. هجيلك هوضح سؤال استاذ محمد، بيقول لي ممكن التعليم لهدف التطوير، ما انت التطوير ده امتى؟ التطوير بعد ما تكون انت اوريدي وصلت. انت تقول خلاص انا نجحت الان في التداول، ابي اطور من التداول، مش انا عايز اتعلم عشان انجح في التداول. لا، ان التطوير ده مبدا بيجي بعد النجاح. نرجع نقطة التطبيق والتدريب. لما تحب هتتعلم اي مدرسة لازم تتعلمها بنظام انك تطبق وحد يشرف عليك في التطبيق ده. هل يعني تبدأ ترسم، جيت تتعلم اليوت، لازم تبدأ تفهم تقرأ الاول، خدت كورس فهمته، تبدأ تطبق ترقم، يقول لك حد يقول لك غلط، ده الترقيم خربان عشان كذا، تمام، ده الاول عشان كذا، ده كذا. استاذ بيتر بيقول لي بس لازم افضل التداول على التجربه. لا، انت بتتداول على التجريبي، لا نصيحه، التجريبي التداول اللي بيخليك تفهم الانفايرمنت. في عندنا، بصوا يا جماعه عشان تبقوا انتوا فاهمين ايه الطريقه المنظمه انك تخليك تنجح في اسواق المال. انت اول حاجه بديت تتعلم، خلاص خدت اتعلمت من يوتيوب، خدت كورس، تعلمت خلاص، فهمت المنهج، فهمت مثلا العرض والطلب، اب ازاي ارسم الزون وانا اشتري هنا والامور دي كلها. بنبدا اول حاجه اهم من الديمو، اهم من الديمو، بنتكلم حاجه على اسمها الهيستوري داتا، او بنسميها السيميليشن سوفت وير. ان انا بجيب برامج بتجيب لي الداتا القديمه قوي، فترات ماضيه قبل كده، وتسبلاي باك تشتغل معايا فوق قبل كده، بحيث ان انا اشتغل عليها. فانا بعلم نفسي هنا، بتقن نفسي الطريقه التكنيك. يبقى دي مرحله. اجي بعدها افتح لايف اكاونت صغير. طب ليش بفتح لايف اكاونت؟ لان الطمع والخوف مهمين. هنا انا بدرب نفسي على السكيلز، هنا ببدا ادرب نفسي على الحياه الواقعيه. طيب بديت افتح لايف اكاونت اترين، لازم يبقى معايا كوتش او حد بيجي يقول لي صح تحليلك كده تمام، انت خلي بالك عندك غلط هنا. ولازم يكون التطبيق ده على اللايف، مش على الماء، مش على اللي فات، لازم يكون على الماركت. يعني انا باجي اقول لك مثلا انت اليورو دولار بيع ليه؟ مثلا بقول لك الاستراتيجيه بتاعتنا بتقول مثلا ان منطقه عرض هنبيع عليها، طب يلا بينا، انت تثبت لي ان دي منطقه عرض وتعلق لي انت ككوتش امر قدامك، وانا اشوف تفاعل السوق مع الامر ده. تمام. يبقى انت لو عايز تتعلم الصح، نصيحة فوكس، ركز على مدرسة واحدة أو مدرستين،
ابدا اتعلم بنظام ان حد تبدا سيميليشن، حد واقف على ايدك كده بيدرب معاك كوتشنج، بيديك سيشنز، يقعد يتابع معاك المحاضرات، يبدا يقول لك طب يلا اديني هوم ورك، طبق الهوم ورك، سلمهولي تحليلك كده مظبوط، لا التحليل ده غلط، ويكون كل التطبيق ده على اللايف، يكون كل التطبيق اللي بيحصل ده على اللايف. تمام؟ اوكي؟ في موجود ساتبيتر بيقول لا يوجد محاضر، لا موجودين موجودين، يعني احنا في الاكاديميه بندي كوتشنج لايف 1 تو 1 في امريكا، في برضه في العرب، في الميدل ايست الثانيه بتدي، في امريكا كتير بيدوا كوتشنج اونلاين. موجود، ابحث عن مبدا يعني كلمه كوتش دي بالانجلش اللي هي التعليم، حد كوتشنج، حد بيعلمك بالتطبيق، حد بيعلمك بالتطبيق، وهي لازم الماركت، وانا هعلمك حاجه الا يكون لايف، لازم تتعلم شيء. يعني انت الان انا لما حاجه اعلم حد فيكم السواقه مش لازم اطلع الشارع صح؟ والهاي واي ولا لا؟ لازم تعمل كده التريد كده. انت الحين مش اللي بيدرس الامن الطب يتعلم الجراحه مش بياخدوا غرفه عمليات؟ بياخدوا غرفه عمليات صح؟ وبيطلع مع الدكتور المشرف يقول له اه صح جرب وريني. ده لازم التريد كده يا شباب، التريد ده مهم، وده كده انت بتنجح. غير كده او بالطول التاني في التعليم صراحه انت بتتعب اكتر وبتبقى نسبه نجاحك اقل. يعني انا لو سالت كام واحد معظمكم خدت كام كورس، كتير منكم هيقول لي احنا خدنا، اللي يقول لي هاخد 5 كورسات، واللي يقول لي انا درست 10 مدارس، واللي درست 20 مدرسه ومع كده لسه بخسر. ليه؟ لازم التركيز، لازم الاشراف، لازم التطبيق اللايف. واضح يا شباب؟ الطرق دي هي السر في السوق. لو انت تبي تنجح في اسواق المال لازم كده، لازم الكلام يبقى كده، ولازم السوق يبقى كده، ده اللي انت عايز تستفيد. يبقى انت وخلي بالك كمان، انت لما تتعلم صح او تطبق بالطريقه دي انت بتحل الامور دي كلها. انت بتحل الطمع، بتحل الخوف لانك بتطبق لايف، بتحل الغرور خلاص ان انا مفيش، ما انا الكوتش، انا والكوتش واحنا بنطبق مع بعض بنفس الشروط والاسلوب بيتضرب، مفيش غرور، انت عمرك ما هتبقى اكبر من السوق، مفيش حد فينا اكبر من السوق. زائد ان حاجه مهمه، ان لما جيت قلت لكم ان طريقتك التداول مهمه، لازم تتعلم طريقه التداول الناجحه. يعني ايه طريقه التداول الناجحه؟ الصوت قطع؟ الصوت شغال كده؟ الصوت شغال؟ طيب خليني اقول لكم على حاجه، طرق التداول لازم تتعلم طرق تداول تخدمك في البروبابيليتي. يعني ايه؟ بصوا طرق التداول نوعين، نوع عدد الصفقات الوين كبير. يعني انا خليني اسالك سؤال، ايه رايك في استراتيجيه بتكسب 90% من الوقت؟ ممتاز ولا لا؟ تمام؟ واضح؟ استراتيجيه بتكسب 90% من الوقت، ايه رايك فيها؟ ممتازه ولا وحشه؟ مين عايزها؟ يا شباب تمام؟ خدوا ود معايا، انت الان ايه رايك في استراتيجيه نسبه نجاحها 90%؟ يعني من كل 10 صفقات بتكسب 9. كويسه ولا وحشه؟ جميله. جود صح؟ طيب لو سال، لو قلت لك على حاجه ثانيه، طيب لو كل ربح صفقه تكسب 10 دولار، تكسب دولار انا اسف، ولما تخسر تخسر 10 دولار. ايه رايك الان؟ بعد هي استراتيجيه نسبه نجاحها عاليه، بس واقع الامر كاحتمالات لا. يعني انا لو صفقه واحده خسرانه باي باي. انا لازم بص البيزنس ده لازم تديره، انا يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم، زي كازينو، زي كازينو الجامبلينج، انك لازم تلعب على البروبابيليتي الاحتمالات، ان انا بعمل حساباتي ان السوق لو عكسني اطلع برضه، يا اطلع مكيت لا كسبان ولا خسران، او اطلع كسبان. طب خليني اسالك سؤال تاني، ايه رايك بقى لو انت الان استراتيجيه مثلا او نوع من انواع الاستراتيجي وهي موجوده في البرايس في
في السبلاي اند ديماند وموجوده في الهارموني، انك انت بتتريد واقف خسارتك مثلا دولار وهدفك 3 دولار، واقف خسارتك دولار وهدفك 3 دولار. طب ايه رايك بقى انت الان لو كسبت 5 صفقات وخسرت 5 صفقات تطلع كسبان ولا لا؟ 5 في 3 تطلع 15، في 1 تطلع 5 تطلع كسبان، مع انك 50% بس وين يعني، خمس خدت 5 صفقات ورا بعض، ستوب 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 ستوب، جم 5 ورا بعض طلعوك كسبان صح. طب ايه رايك نفس النسبه دي؟ لا يا عم، طلعت انت خسران 6 وكسبان 4، تطلع كسبان ولا لسه؟ يعني 40% وين بس تطلع برضو ايه، كسبان. ده اسمه البروبابيليتي، الاحتمالات، ان انا بعمل حسابي بتريد بعلي نسبه الوين تو لوز ريشيو عشان ارفع احتمال ان السوق لو عاكسني وطلع والسيستم بتاعي اللي انا شغال عليه نسبه نجاحه صارت ضعيفه اطلع برضو ايه، كسبان. فانت لازم تتداول بطرق تداول او انظمه يكون وين تو لوز ريشيو، مكسبك مقابل خسارتك 1 تو 2 1 تو 3، عشان تلاقي نفسك تقدر تستمر في البيزنس ده. وده بيتوفر في السبلاي والديماند، في الهارموني، ببعض مدارس اليوت. دي تتعامل مع غرور طمع؟ ابدا. استاذ بيتر بيقول الطريقه دي تتعامل مع الغرور طمع ليه؟ انت الان بتدريد صفقه دخلت قلت دي منطقه طلب، اشتريت هنا واقف خسارتك هنا وهدفك 3 اضعافه، ايه المشكله؟ ده مفيهاش طمع. انا خلي بالك هنا الغرور والطمع عارف فيها مشكلتها فين؟ ان انا اجي اقول الصفقه دي هدخلها بكل المحفظه بتاعتي صح؟ طب ما انت ممكن حظك وانت بتدخل بالطريقه دي بكل المحفظه، ما انا بقول لك انت ممكن 5 صفقات عندك يكونوا خسرانين. هرد على النقطه دي يا بيتر، هقول لك على الحته دي. واضحه؟ فانت يعني انا هنا اللي يحل المشكله دي يا شباب، ان انا بكره طمع وخوف، انك انت الاداره الماليه ان انا ما اخشش براس مالي كله، ما انا بقول لك انت احتمال 5 صفقات منك يخسروا. طب ما انت حظك ان لو انا داخل بكل راس مالي، ما انا ممكن الخمسه دول امرجن فيهم ولا لا؟ طب ما هو اللي شغال جنبي بريسك 1% و2% بعد 10 صفقات هيطلع كسبان وانا هطلع ما عنديش محفظه. تمام؟ فكره ان الماركت يلف بعد تارجت نقطتين والكلام ده كله، دي لها حلول تانية تكنيكال، انا بس بتكلم الان كاكزامبل ان انت هدفك يبقى بالنسبه لك ضعف خسارتك او 3 اضعافه، ودي لها طرق تانية وتفاصيل كتير قوي في المدارس اللي بتستخدم. واضح شباب؟ طب بعد اللي انا قلته الان، اللي هم يعني 5 صفقات وخمس الان، انت النظام ده اللي هو انت 40% منه نسبه نجاح تطلع كسبان، تمام؟ هل ده معناه ان انا ادخل براس مالي كله في الصفقه او اخاطر ب 20% من حسابي او 30% والكلام الفاضي ده؟ لا، قد ما تطول جوه السوق تفضل فتره جوه السوق قد ما هتعمل ارباح. استاذ بيتا بيقول يعني لو صفقه 1 تو 1 ما تدخلش. لا مش كده، دي ليها كيس خاصه، بس انا بديك كاكزامبل كمثال انك تشتغل البروبابيلتي 1 تو 1 اقدر اشتغل عليها ما عنديش مشكله، بس حسب نظام في استراتيجيتنا في التداول. يعني ليها تفصيلها وليها طريقتها، انا بس بتكلم الان كاكزامبل انك انت يعني ما تجي 1 تو 1 اشتغل، بس ما تتداوليش مثلا، ما تخشش هدف 10 نقاط وواقف خساره 100 نقطه. ده اللي يقول لك اوعى تعمله. تمام؟ واضح يا شباب الفكره؟ فهمتوا فين؟ فهمتوا ايه النقطه فين؟ يعني سر نجاحك انك انت تطبق نظام تداول بروبابيليتي ناجحه، ما تحاولش انك تخاطر، ما تخاطرش براس مالك كله. اوعى تخاطر وتخش 10% و20% في حسابك في صفقه. نو واي، ما انت زي ما قلت لك، ما انت حظك ممكن يجي اول 5 صفقات خسرانين. تلاقي نفسك حسابك ايه؟ راح ليه؟ عايز تتعلم ابدا اتعلم، بس ابدا اتعلم بنظام تعليم صح،
مش مجرد تاخد دورة والسلام، مش مجرد تروح تحضر تقرا كتاب والسلام، لا لازم تطبق، لازم حد يتابع مع حد تقرا. مين انا صح ولا غلط؟ لا لازم تعدل دي، لازم تصلح دي، لازم تطبق لايف على الماركت. حتى اللي بيعلمك لازم يطبق لك لايف على السوق. ما فيش حاجة اسمها في الهيستوري شوف زمان كان يعمل ايه، ما هو زمان كلنا عارفين زمان كان بيحصل فيه ايه. احنا نتكلم على اللايف، واضح؟ دونت بي، ما تبقاش اوفر تريد، ادكت تريد، ما تبقاش هنا متداول عايز تخش الصفقه عشان تخش. في ناس فعلا لو ما فتحش في اليوم صفقه يتعب، في ناس والله العظيم يفتح التليجرام يبحث على توصيات. يعني اي حد يقول له ما عندكش، يعني زي اللي بيدور على الهيروين الله يحفظنا، يقول ما عندكش توصيه ايه يعني، هو يعني لو ايه ما عندكش توصيه؟ ما ينفعش، الادمان ده غلط. تمام؟ فلازم ده النجاح في دي المشاكل يا جماعه، وده جزء من حلها الكبير، انك تتعلم تعليم صح، تاخد تريننج كوتشنج صح، انك تلتزم باستراتيجيه، تشتغل مبدا بروبابيليتي، ما تبقاش اوفر تريد، ما تتابعش كل المحللين في الدنيا. تمام؟ ما تغترش بالسوق، تبطل غرور وطمع، تتداول براس مال ثابت، هو ده اللي يفيدك في اسواق المال. اتمنى تكون المحاضره كانت بسيطه وسيمبل. انا حابب بس النهارده اقول ايه المشاكل اللي انا شفتها، لان انا قابلت الكلام ده الفتره الاخيره على التليجرام كتير، وانا زي ما قلت لكم انا واحد من الناس لما يعني مثلا لما حظي في السوق كان اسبوعين كان غير جيد، وقفت التداول، قلت هبدا مره ثانيه بعد فتره. تمام؟ بيتر بيسأل من افضل انواع التحليل؟ كل المدارس جيده، انا ارى ان دايما البرايس اكشن سبلاي ديماند يليها الهارموني اليوت، كل دي مدارس ممتازه جدا، والمهم الطريقه اللي تعمل لك ارباح بشكل مستمر هي الافضل. من الاخر. اوكي؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، اي استفسارات ادي الموقع بتاعنا، او تقدر تخش عليه، تخش على قناه التليجرام والايميل الخاص بالاكاديمي. اتمنى ان شاء الله اي استفسار احنا حاضرين، واتمنى اجاوب على اي استفساراتكم من خلال الايميل، وهيكون عندكم الويبينار مرفوع على قناه الاكاديميه في اليوتيوب والتليجرام. وجزاكم الله كل خير، وشكرا لزوركم.